حاولنا واجتهدنا لتقديم محتوى إعلامي رياضي مرضي وممتع ليكم. وفي ختام الموسم الثاني لرقم 10 وبالنيابة عن فريق العمل بالكامل، حابين نقول شكرا جدا لمتابعتكم المستمر. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. ماذا عن غرامة كهرباء؟ بقالنا أيام وشهور نتحدث إن الغرامة قربت، الغرامة بتتسدد، الغرامة دفعت، في أجزاء راحت، في يعني الوضع إيه؟ كان بيدير مباراة اليومين ميسي، دي واحدة أعتقد من الحاجات المهمة جدا في تدريب أي حكم، أنت بتدير مباراة لأسطورة كرة القدم على مر التاريخ. وخدوا كأس العالم بعد كانوش حلو عليه. واكثر لعيب صنع اهداف من كروسه الثابته او متحركه في الدوري المغربي بالكامل رضا سليم. انا بحب التدريب موت وبتكر واعرف اعمل واعرف الاحمال، انا شغلت 3 في 1. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على قلبي. حاولنا واجتهدنا لتقديم محتوى إعلامي رياضي مرضي وممتع ليكم. وفي ختام الموسم الثاني لرقم 10 وبالنيابة عن فريق العمل بالكامل، حابين نقول شكرا جدا لمتابعتكم. عملنا واشتغلنا واجتهدنا وتعبنا، حاولنا نكون على قد المسؤولية، مسؤولية الكلمة، مسؤولية تقديم محتوى جيد، تقديم محتوى يليق بحضراتكم، يليق بالمشاهد، محتوى محترم ممتع ومسلي مش مثير ولا فيه تعصب أو أزمات. كان ده أساس عمل فريق هذا البرنامج على مدار الموسمين الماضيين. اجتهدنا في البحث عن كل المعلومات بالدقة اللازمة من كل مكان في الدنيا، أصبنا كثيرا وأخطأنا أيضا، لكن عندنا قصد أو تعمد وإذا نظل معكم نتعلم. الأساس دايما كان وسيظل أن الحديث عن كرة القدم أو الرياضة بشكل عام لا بد أن يكون حديث ممتع وشيق، علشان ضغوط الحياة الطبيعية لا تتحمل ضغوطاً إضافية في الحاجة اللي كلنا بنحبها وبترفع عننا. عهدناكم على ذلك من اليوم الأول ومستمرين على العهد إن شاء الله.